جيت قلت لي من يكتسب صفة الضبطية القضائية في نطاق هذا القانون؟ مين مأموره الضبط القضائي هنا؟ مين هم مأموره الضبط القضائي؟ وما هي مدى صلاحياتهم؟ المادة الخامسة جت قالت لك يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. طب هو قال لي الوزير المختص وسكت. مين هو الوزير المختص هنا؟ لا، الاتصالات. طب انا عرفت منين؟ هو سيادتك لما تيجي تقرا القانون مش في البدايه كده فصل في تعريفات لبعض الكلمات والمصطلحات اللي انت هتجدها داخل القانون ومكتوب قدامها الاشاره الى تعريف هذه المصطلحات؟ فلما تيجي تقرا القانون ويقول لك فوق كده كلمه الوزير المختص ويكتب لك وزير الصحه وانت بتقرا في قانون مثلا ايه خاص بقطاع الصحه الوزير المختص وانت بتقرا حاجه ليها علاقه بوزاره التربيه والتعليم تعرف ان الوزير المختص هو مين؟ وزير. طب انت بتتكلم في قانون جرائم تقنيه معلومات هتيجي تقرا في تعريفات فوق الوزير المختص هتلاقي مين؟ برافو عليكم. منح صفه الضبطيه القضائيه للعاملين بالجهاز. انهي جهاز؟ الجهاز القومي للاتصالات. خلاص بقى انت كده عارف بقى عشان انت قريت الايه؟ المصطلحات اللي في بدايه القانون والتعريفات الخاصه بها او غيرهم ممن تحددهم جهات الامن القومي. هم مين جهات الامن القومي؟ مين هم جهات الامن القومي؟ المشرع افرد تعريفا وتحديدا لخمس جهات قال لك هي دي جهات الامن القومي اللي انا بقصدها في الايه؟ في القانون. مين هم الخمس جهات بقى؟ واحد، رئاسة الجمهورية. اثنين، وزارة الدفاع. ثلاثة، وزارة الداخلية. أربعة، الرقابة الإدارية. خمسة، المخابرات العامة.